السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي في شرح يونت 11 الوحدة 11. احنا ماشيين يا حضرات في المنهج بسرعة علشان خاطر نلحق نراجع شوية، وكمان نلحق نحل ملحق الباهر ونحل ملحق المعاصر، يعني هتلاقي فيه مراجعة كتير ان شاء الله معاك. نبدأ لسن 1 الدرس الاول من الوحدة 11 بعنوان Getting Out in the Fresh Air. تاني getting out in the fresh air معناها الخروج في الهواء الطلق. getting out in the fresh air. اوكي نبدا الدرس الاول يا حضرات، واول كلمه عندي كلمه city. city city مدينه، city city مدينه كبيره، لكن town مدينه صغيره. village 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 قريه. اوكي rock 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 الصخر. plant 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 نبات. stream 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 خدناها قبل من قبل. stream معناها جدول الماء. stream stream grass 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 الحشائش. tree tree الشجرة. كلمات مكررة كتير. leaf ورقة الشجر. leaf leaf وجمعها leaves. جمعها يا حضرات كده، جمع ده جمع غير منتظم، يعني عندي قاعده بتقول اذا انتهى الاسم، اذا انتهى الاسم باف او اف اي بنحولها لفي اي اس في الجمع، زي leaf leaves loaf رغيف، كمان loaves ارغفة. وايف زوجه، وايف الزوجه. دي الكلمات متعلقه بالنيتشر. نيتشر نيتشر الطبيعه، نيتشر الطبيعه. كمان عندي hill 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 التل، التل يعني صخرة كده عالية. نكمل حضرات كلمات. اوكي هنا عندي حضرات ال definition، بعض definition التعريفات. study the following ادرس الآتي. عندي كلمة a stream. a stream a stream اللي هو جدول الماء. is like a river but smaller. is like a river but smaller زي النهر ولكن أصغر شوية في الحجم. I love the feeling of green grass under my feet. I love the feeling of green grass under my feet يعني أحب شعور بملبس، أحب الشعور بملمس الحشائش الخضراء تحت قدمي. I love the feeling of green grass under my feet. أوكي عندي كمان a tree is a very tall plant. A very tall plant with branches and wooden trunk. كمان الشجرة عبارة عن نبات طويل بأفرع وكمان في الجذع خشب. اوكي يبقى a tree is a very tall plant with branches and wooden trunk. A village a village a village is much smaller than a town or a city. تاني a village القرية is much smaller أصغر من التاون المدينة or a city أو المدينة الكبيرة. It's quite difficult to climb that hill. It's quite difficult. يعني صعب إلى حد ما to climb أن تتسلق that hill هذا التل because it's very high. لأن التل عالي. يبقى quite دي حضرات معناها إلى حد ما. It's quite difficult to climb that hill because it's very high. صعب إلى أن تتسلق ذات التل لأنه عالي جدا. Some famous cities some famous cities بعض المدن المشهورة in Egypt or Cairo يعني من المدن المشهورة في مصر بتكون القاهرة وألكسندريا وهرجادة والغردقة. okay a rock is hard a rock is hard الصخرة صلبة. it's a large stone it's a large stone وكمان انه حجر كبير. I like growing tomato plants because I like eating tomatoes. بحب أزرع نبات الطماطم أو نباتات الطماطم عشان أنا بحب أكل الطماطم. The plant has flowers and lots of green leaves. تاني هذا النبات له flowers زهور and lots of green leaves وكمان أوراق خضراء كثيرة. That plant has flower and lots of green leaves. Okay. انتقل حضرات الى جزء grammar وهو جمع الاسماء. plural nouns الاسماء الجمع. طيب عادة يا حضرات بجمع الاسم باضافة اس، يبقى يجمع الاسم في اللغة الانجليزية باضافة اس، زي house a house a house houses houses a hill hills انا بضيف اس.
اوكي. ولكن اذا انتهى الاسم حضرات بحرف الواي وكان جاب لي حرف ساكن بنحولها لاي لاي اي اس تاني، يبقى if the noun ends in y then we take off the y and add i e s. يبقى لو انا عندي اسم انتهى بحرف الواي وجاب له حرف الواي كان حرف ساكن بنحولها لاي اي اس، زي a city cities a baby babies butterfly butterflies library libraries. طيب اوكي، لو الاسم حضرات انتهى بالاف او الاف اي بيتحول الى في اي اس، زي اليف leaves اواف اواف اللي هو الذئب wolves wolves ذئاب. change the plural غير انت بقى الجمع، عندي pen يبقى pens حط اس عادي خالص، house houses a city cities cities. هنا حضرتك هنحول الواي الى اي، اليف leaves leaves هنا هنحول الاف ال في اي اس، اواف wolves wolves ذئاب هنحول الاف برضو ال في اي اس، an orange an orange oranges oranges هنحط اس، a rock rocks rocks صخور، a baby babies babies هنحول الواي الى اي اي اس. اوكي نكمل يا حضرات، هنا كمان يعتبر كده خلصنا الدرس، هنخش بقى على تمارين الدرس الاول من الوحدة رقم 11، من الوحدة رقم ايه 11. نبدأ الدرس بسؤال التوصيل، استريم الجدول is like هو زي a river زي النهر but smaller، يبقى الجدول جدول الماء هو زي النهر ولكن اصغر. a tree is a الشجرة هي a very tall plant a very tall plant نبات طويل جدا. a rock الصخرة is a large stone is a large stone stone حجر. كايرو and Alexandria القاهرة والإسكندرية are famous cities هي مدن مشهورة. نيجي عند سؤال choose is like a river but smaller زي النهر ولكن صغير، ده قلنا اسمه stream stream. number two I love the feeling I love the feeling of green grass under my feet يعني بحب الشعور بالحشائش الخضراء تحت قدمي. A is a very tall plant with branches and wooden trunk يعني نبات طويل بأفرع وكمان في wooden trunk يعني جزء خشب ده اسمه التري الشجر. number four is much smaller than a town or city أصغر من المدينة اللي هي village village القرية. number five that is very high حاجة عالية جدا ده اللي هو حضرات الهيل الهيل التل. some famous in Egypt some famous cities بعض المدن المشهورة في مصر زي كايرو ألكسندريا والهرجادة والغردقة. ننتقل لحضرات نكمل مع بعض أسئلة الاختيار choose is hard it's a large stone حاجة صلبة وحجر كبير ده اللي هو الروك روك الصخ. number 8 I like growing tomato tomato بحب أزرع التوميتو plants نباتات التوميتو. number 9 the plant has flower and lots of green النبات في زهور and كثير من الجرين leaves من الأوراق الشجر الخضراء. سؤال الترتيب a stream is like a river يعني الجدول زي النهر but ولكن smaller أصغر، يبقى a stream is like a river but smaller. number two a rock is a large stone الصخرة حجر كبير a rock is a large stone. number three I like أنا أحب plants growing أحب أزرع tomato plants نباتات الطماطم I like growing tomato plants. number four I like the feeling of green grass I like the feeling of green grass أحب ملمس النباتات الخضراء.
التركيب مع حضرات. هنبدأ طبعا بأول جملة كابيتال I can see some trees، وهنا عندي الفول ستوب. تعال هنا نتكلم بقى على getting out in the nature، الخروج في الطبيعة. هقول مثلا last weekend، عطلة الأسبوع اللي فات، I went، أنا ذهبت، with my family، مع عائلتي، to the park، إلى الحديقة. I like seeing، بحب رؤية trees، الأشجار. كما ممكن تقول stream، الجدول، is like a small river، زي نهر صغير. I like feeling، I like، أحب، حرف ال feeling، أحب الشعور ب the green grass، the green grass، بحب الشعور بالنبات الخضراء، under my feet، تحت قدمي. اوكي، وبكده حضرات نكون خلصنا شرح لسن 1، الدرس الاول من يونت 11 من الوحده ال 11. ما تنساش بقى تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان توصلك مراجعات ان شاء الله باذن الله، لان هنخلص ان شاء الله يونت 11 يونت 12، بعد كده هنحل ملحق البير ونحل ملحق المعاصر وهنعمل امتحانات كتير. وبكده نكون وصلنا لنهايه الدرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.